غابت المغنية اللبنانية هيفاء وهبي عن الساحة الفنية وكذا عن مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا بسبب المرض. وكانت قد نشرت تغريدة بمناسبة عيد الفطر لمعايدة جمهورها والاعتذار منهم عن غيابها. وقد فند مدير أعمالها إشاعات التي تقول أنها مصابة بالسرطان، وأكد أنها مجرد وعكة صحية وهي في حالة تحسن حاليا. وقد أطلق محبيها هاشتاغ من أجل هيفاء ودعوا للمشاركة به من خلال إضاءة الشموع علنية شفائها.